فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين، ولا بد منه في الإسلام، وهو علامة نجاة الأمة. إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامة نجاة الأمة، وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامات هلاك الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، قليل هم اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنجاهم الله من العذاب، أنجاهم الله من العذاب. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه إما منافق ليس في قلبه إيمان، وإما أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. وإذا هلكوا يهلك معهم، إذا هلك أهل المنكر يهلك معهم، لأنه لم ينكر وإن كان مؤمنا، لكنه إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته فإنه يهلك معهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أبدا هذا هالك مع الهالكين. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر، فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله.